أهلا بكم في اليوم السابع لهذا المساء. نتابع مجموعة من الملفات، منها زيارة البابا والموازنة، وأيضا آخر المستجدات حول لقاح فيروس كورونا. لكن البداية دائما من العراق في اسبوع. ما زلنا مستمرين بتوسيع البنى التحتية والطاقة الاستيعابية للمستشفيات، ولكن اليوم حقا هذه خدمات ثالثية متقدمة. اليوم ما ممكن أن نبقى نواجه كورونا وننسى مرضى الكلى ومرضى السرطان. اليوم لا توجد مشكلة في الغذاء، لا توجد مشكلة في أفران الصمون أو غيرها، يعني لا توجد مشكلة في هذا الموضوع. أشارت المعلومات الاستخبارية أن هذا الاجتماع يهدف إلى التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية وانتحارية داخل العاصمة بغداد. بعثة الناتو اللي موجودة واللي هي متخصصة في التدريب مكتفية في هذا العدد الآن، ولا يوجد أي توسيع أو توسعة لتواجد هذه البعثة بالأرقام التي ذكرت. الأسبوع السادس 15,000، الأسبوع القبل 8,000، فهذه الارتفاع هذا ارتفاع سريع. حتى الارتفاعات التي سجلت، احنا عندنا ارتفاعين مثل هذا، لكن أهم أقل شدة الارتفاع بعد عيد الفطر في العام الماضي والارتفاع بعد عيد الأضحى. راح تكون زيارة تاريخية للعراق وللعراقيين، راح يلتقي قداسة البابا بسماحة السيد علي السيستاني في هذه المدينة النجف. الآن أتينا مع الوفد الفاتيكاني لترتيب اللمسات الأخيرة لهذه الزيارة التاريخية. التقينا معهم في مطار النجف ووضعنا آخر اللمسات الأمنية والخدمية وآلية الزيارة وطرق الزيارة، وأيضا تم تحديد المواعيد النهائية والأماكن اللي راح يقصدها قداسة البابا. بروتوكول علاجي فعال لكلتي السلالتين، وأيضا تولدت خبرة عظيمة لدى ملاكات الوزارة الطبية والتمريضية بعد سنة أو أكثر من سنة من التعامل مع هذه الجائحة. تؤكد الحكومة مرة أخرى أنها هي وحدها ووحدها فقط المسؤولة عن الملفات الأمنية في البلاد. نريد أن يكون التصويت هو بالتوافق مع الجميع وضمان حقوق الجميع وضمان حقوق جميع المحافظات، وليس على حساب محافظة دون أخرى. مفوضية الانتخابات تنسق العمل مع وزارة الخارجية، وأيضا هناك تنسيق عمل مع الأمم المتحدة، فريق الأمم المتحدة المساعدة الانتخابية في العراق اليونامي، لوجود للبحث ولوجود آلية يعني تسهل عملية التسجيل البيومتري لناخبي الخارج. نهاية الأسبوع المقبل يتم طرح الموازنة بشكل نهائي للتصويت، وما أعتقد أنه طرحها للتصويت سيأخذ وقت، جلسة واحدة كافية لتمرير الموازنة. إذن مشاهدينا نبدأ من الملف الأول وهو عن زيارة البابا. استعدادات مستمرة لزيارة بابا الفاتيكان التاريخية إلى العراق من قبل الجهات المختصة، لا سيما أن زيارة تمثل رسائل حب وسلام فضلا عن الرسائل الإنسانية العميقة للبلاد، فيما رحب رجال دين بزيارة البابا فرانسيس وعبروا من خلالها عن حجم الانسجام بين الدين الإسلامي وباقي الأديان. تفاصيل أكثر مع سجا جاسم. كل المعطيات تذهب باتجاه إتمام الاستعدادات لاستقبال بابا الفاتيكان، نسب إنجاز متقدمة من قبل اللجنة العليا لإتمام الزيارة، وكما قال الحبر الأعظم لن تثنيني كورونا عن زيارة العراق. بهذه الروح الإنسانية وبهذه الروح الإيمانية يجي قداسة البابا يحمل في داخل الحب والخير والسلام إلى هذا البلد، يريد يوصل ويوصل رسالة الحب من المكان اللي إجا به، من 1,500,000,000 كاثوليكي بالعالم يقدرون العراق ويقدرون ناس وأهل العراق جميعا. الرسالة الإنسانية العميقة بزيارته إلى أعلى رجال أعلى مستويات رجال الدين في العراق آية الله علي السيستاني. هذه الزيارة التاريخية حظيت باهتمام شعبي وديني واجتماعي وعلى مختلف المستويات، خصوصا وأن العراق مهد الحضارات ومهبط الأديان السماوية،
وهذا الحدث التاريخي يمثل تتويجا لجهد استثنائي عالمي. نرحب بهكذا زيارات من الحبر الأعظم للأخوة المسيحيين، زيارة إلى بلده الآخر وهو العراق، ولقائه بأعلى السلطة الدينية سير السيستاني والمراجعين العظام إن شاء الله، وإقامة القداس في الناصرية، علما أنه العتبة الحسينية قد تكفلت بكافة التحضيرات اللي يحتاجها الصلاة اللي خاصة بالأخوة المسيحيين والطقوس الدينية الخاصة بهم، فهذا دليل على انسجام الدين الإسلامي مع باقي الأديان. الحبر الأعظم في العراق بموعده المحدد، والذي سيقيم قداسا داخل المدينة الأثرية في أور، وسط تحضيرات ومتطلبات هي الأولى من نوعها، إذ تشير الإحصاءات إلى إتمام 90% من مراحل الإنجاز. من بغداد، سجى جاسم، العراقية الإخبارية. مشاهدينا، من أجل الحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو الدكتور خالد عبد الإله، عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بك. حياك الله. ومعنا أيضا عبر الهاتف النائب السابق السيد جوزيف سليوة. أهلا ومرحبا. تحياتي طيبة لكم سيد. حياك الله. أبدأ معك أستاذ جوزيف وأسأل حضرتك في البدء، ما الذي تمثله زيارة البابا فرانسيس للعراق في هذه الفترة تحديدا؟ تحياتي طيبة لكم جميعا. في الحقيقة اسمحوا لنا أن نكون واضحين ونتحدث على الواقع وليس في ما تسمى بالفانتازيات وفي الخيال. أنا أعتقد إذا كان قداسة البابا يستطيع أن يخلص المسيحيين والغير المسلمين مما يعانوه من عدم المساواة مع المسلمين من خلال القوانين ومن خلال الدستور، أنا أقول إنها فعلا لحقا زيارة تاريخية يجب أن نعتد بها. أما إذا كانت مجرد بروتوكول وزيارة روتينية ويكون الحب من طرف واحد إذا جاز التعبير، والطرف الآخر لا ينسجم أو لا يتعاطى مع هذا الحب، يعني أستاذ جوزيف خليني أستغرب من طرحك هذا مع كل هذا الترحيب الكبير من جميع العراقيين على كل المستويات وهذه التغطية الإعلامية الكبيرة والترحيب بمثل هذه الزيارة، ما أعرف حضرتك ليش ما ماخذها من الجانب الإيجابي مع كل هذا الحب وكل هذا الاستقبال الكبير؟ لأنه أنا قلت لك أنا لا أهتم ولا أعير أهمية للشوء الإعلامي، أنا أعير أهمية لحياة المواطنين العراقيين الواقعية. اليوم المسيحيين يعانون من الاضطهاد ويعانون من لا مساواة من خلال الدستور ومن خلال القوانين. فعن أي يعني عن أي مباركة نحن نتحدث؟ أنا شو أسوي بالاستقبال الإعلامي وإلى آخره، وبعدين البابا يرجع لمقره والمعاناة سوف تستمر مع المسيحيين بذات النسخ وبذات المشاكل الكبيرة. طيب خليني أسأل دكتور خالد يعني عن هذا الموضوع، ربما أنا كان عندي أيضا سؤال آخر، لكن خليني أسأل دكتور خالد عن رأيك بما طرح السيد جوزيف قبل قليل عن الزيارة وتأثيرها ومخرجاتها. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لك أستاذ سلمد وإلى ضيفك العزيز والجميع مشاهدي قناة العراقية، وشاكر لهذا الاستضافة. يعني هذا الأمر سيادة النائب تحدث عن هاجس الخوف الذي ما زال يعني يمس واقع الأقليات في العراق. صح دستور 2005 تحدث عن المساواة القانونية، تحدث عن مجمل الأمور التي يمكن من خلالها أن نتحدث عن العدالة والإنصاف وعن الاستقرار وعن السلام، ولكن ما عملته عصابات داعش الإرهابية بعد 2014 أثر بشكل كبير جدا على ما نتحدث عن زيارة البابا. عفوا على المقاطعة دكتور، وسأعود لحضرتك لتكمل الفكرة بشكل كامل لكن بعد فاصل قصير. We'll be right back.
من جديد اهلا بكم مشاهدينا الكرام. اعود للدكتور خالد عبد الاله ولتكمله فكرته وفي اجابته عن سؤال حول ما ذكر السيد النائب السابق جوزيف صليوه عن رايه بتاثير زياره البابا للعراق. نعم دكتور. فلذلك نتوقع هذا الحاجز بالخوف وتزامن ايضا مع تنظيمات عصابات القاعدة سابقا، ومن ثم نتحدث عن تنظيم داعش الإرهابي الذي استطاع أن يعني يحتل ثلث مساحة العراق بعد تحرير المناطق. دمرت هذه المناطق وأيضا دمرت الأملاك، ولم يكن هنالك حديث عن إعادة الإعمار بالطريقة التي يمكن من خلالها. زيارة البابا نتوقع مهمة جدا، سوف تسلط الضوء على كل ما تعرض له العراق بعد 2003 من مشاكل، من صعاب، من محاولة أن يتحول العراق من بلد أنبياء، من بلد للسلام للاستقرار، إلى بلد للإرهاب وإنتاج وتصدير الإرهاب. وأعتقد بأن كيان داعش الإرهابي أو امتداداته من سوريا للعراق خير دليل على ذلك. لكن بتضافر العراقيين، جميع مكونات العراق، جميع طوائف العراق، مسلمين، سنة، شيعة، مسيح، صابئة، زيدين، أنا أتوقع وصفوا هذه الفسيفساء التي تمثل موزايك عراقي حقيقي بالنسيج الاجتماعي. زيارة البابا نتوقع مهمة، منذ 15 شهرا لم يخرج البابا بعد آخر زيارة له للإمارات والمغرب. زيارة تأتي في إطار بعدها التاريخي لكي تتحدث عن حوار حقيقي وواسع للأديان بعد أن قضينا على صفحة الإرهاب، ونحتاج اليوم إلى نطهر هذا الفكر الإرهابي المتطرف، فنحتاج إلى محاربة التطرف بشكل حقيقي في إطار الأديان السماوية بالطريقة التي يمكن من خلالها نتحدث عن تسامح وعن تعايش مجتمعي حقيقي يلمسه المواطن العراقي وجميع مكونات العراق. لذلك نتوقع صح أن هنالك ظلم وحيف وقع تجاه الأقليات بشكل واسع بعد 2003، لكن الدستور العراقي أيضا حاول أن يعطي نسق كبير جدا في حماية وفي إسناد هذه الأقليات. لكن مع ذلك أنا أتوقع الجانب التنفيذي لتطبيق هذا الدستور قد أخل بما كان من مواد دستورية. فأعتقد بأن الدستور العراقي لعام 2005 أنصف الأقليات، لكن بالأسف مسألة تطبيق الدستور بمضامينه هو أدى بشكل واضح إلى انحراف في بعض المضامين. مع ذلك أنا أتوقع اليوم علينا أن نتحدث عن مشتركات حقيقية، عن مسألة الأخاء الإنسانية التي يحاول البابا أن يرصنها ويؤكدها في هذه الزيارة، عندما يذهب إلى يعني مركزية النجف، إلى المدينة المقدسة في النجف، وعندما نتحدث عن بوادر اتفاقية للأخاء الإنساني قد تعقد في إطار هذا الجانب، ننتقل إلى زيارة أيضا إلى ذي قار، ومن ثم نتحدث عن بيت النبي إبراهيم اللي هي مركز الديانات الثلاثة التي الديانات الإبراهيمية التي يمكن من خلالها أن تشكل أيضا نسق كبير جدا في عملية ترصين الصفوف، ثم نذهب بعد ذلك إلى سهل نينوى ولا القوش وإلى المناطق المسيحية، ثم تنتهي هذه الزيارة في إقليم كردستان بالصلاة للمسيحيين. أنا أتوقع هذه الزيارة علينا أن لا نعطي فيها جوانب السلبية، كما أتفق معك فيما يتعلق بهذا الجانب، ننظر في إطار الجانب الإيجابي بالطريقة التي يمكن من خلالها أن يستفاد إليها العراق. وقد يكون وقع هذه الزيارة كبير، لأن العراق تعرض للإرهاب بعد 2003، فقد يكون لوقع هذه الزيارة أبعادا إقليمية ودولية تنعكس إيجابيا على كل المناطق التي تعرضت لخطر الإرهاب بطريقة أو بأخرى. نعم دكتور. وننسج خيوط السلام. عفوا على المقاطعة دكتور، خليني بهذه الصورة الإيجابية اللي رسمتها تحول لأستاذ جوزيف، وأسأل جنابك أنه من بالجانب الإيجابي كيف يمكن للعراق استثمار هذه الزيارة بأبعادها المختلفة حقيقة، سياسية، اقتصادية، بل حتى سياحية إذا ممكن الحديث عن هذا الجانب، فضلا عن حاجة العراق في الجانب المجتمعي. سيد الكريم بعد إذنك إذا سمحت لي أنا بس أعرج على نقطة مهمة تفضل بها أستاذ عبد الإله. في الحقيقة نقطتين، الأولى بعد يعني تهجير المسيحيين من وسط الجنوب حدث ولم يكن قد ظهر الداعش الإرهابي في 2014، هذه نقطة مهمة يجب أن
نقف عندها. لكن كان موجود القاعدة قبلها. القاعدة مو بالوسط والجنوب، يعني على الأقل مو بالجنوب، على الأقل مو بالجنوب. هذا واحد. اثنين، أشار إلى أنه الدستور أنصف الأقليات، أيضا أقول أنه لم ينصف الأقليات، وإنما رفع الكفة على كفة أخرى، وبذلك بحيث أكد على أن دين الدولة هو الإسلام، وليس هنالك دولة في العالم لها دين، حيث الدولة هي كيان معنوي وليس مادي. الدولة لها أديان متعددة، ولكن فرض الشريعة الإسلامية وأعطاها فوقية أكثر من بقية الشرعية الأخرى. أما فيما يخص جنابك سؤالك المحترم، نعم من الممكن استثمارها إذا كان هنالك غاية حقيقية لأن يكون مساواة بين مكونات الشعب العراقي وتعاكي حقيقي، ولا أن تبقى هذه القوانين الظالمة حيث تفرض بالديانة الإسلامية على الغير المسلم من القاصرين، وبقية القوانين الأخرى التي تفرق بين مكونات الشعب العراقي وترفع واحد على الآخر. أما اقتصاديا، نعم إذا شعر المجتمع الدولي أن العراق ذهب بأن يكون جزء من المجتمع الدولي بكل معانيه، نعم أنا أؤكد سوف يكون هنالك تعاون وهنالك وجهات سوف ندفع بأن يكون هنالك اهتمام بالعراق من جميع النواحي اقتصاديا والإعمار، وكذلك أن يكون واجهة سياحية. أما إذا بقى على ما عليه ويقدم قداسة البلاط ويلتقي بالسيد السيستاني وتبقى الأمور على ما عليه، بدون أدنى شك سوف لن نباركها ولن نقول عنها تاريخية، وإنما سوف نقول عنها بروتوكولية وتنصب في صالح المرجعية الشيعية فقط. ختاما، شكر جزيل للأستاذ جوزيف سليوة النائب السابق ختام الملف. طبعا الدكتور خالد عبد الله مستمر معنا في المحور الثاني، وربما كثير من الأشياء اللي أثارها أستاذ جوزيف في حديثه الوقت غير كافي أن تناقش، لكن بالتأكيد لنا وقفة أخرى مع هذا الملف، وربما يكون معنا أستاذ جوزيف لنناقشها بشكل أكبر. ننتقل إلى الملف الآخر، وهو الملف اللي أخذ وقت طويل حقيقة وما زال، وهو ملف الموازنة، حيث يستمر تأخر إقرار مشروع قانون موازنة 2021 بسبب عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الكتل النيابية وحكومة الإقليم حول حصة كردستان، إذ استبعد أعضاء في اللجنة المالية تمرير الموازنة خلال الأسبوع الحالي. تفاصيل أكثر مع أحمد عرام. أخفقت اللجنة المالية النيابية بعقد اجتماع لها الأربعاء بسبب عدم توصل الأطراف المتفاوضة حول ملف الإقليم إلى صيغة مشتركة تدرج ضمن قانون الموازنة وفق عضو اللجنة المالية أحمد حمر رشيد. واستبعد النائب خلال اتصال هاتفي مع العراقية الإخبارية عقد جلسة للتصويت على قانون الموازنة خلال الأسبوع الحالي، في ظل إصرار الطرفين على مواقفهما، حيث لا تزال أغلب الكتل النيابية تصر على تسليم الإقليم كامل صادراته النفطية للحكومة الاتحادية مثل باقي المحافظات المنتجة للنفط. تسلم إيرادات النفط سواء كان الإيرادات من الإقليم أو المحافظات المنتجة للنفط أسوة بالمحافظات، يجب على الأخوة بالإقليم الالتزام بالتعليمات الاتحادية سواء كان فيما يخص المنافذ الحدودية وأيضا فيما يخص المخرجات النفطية. ووفق نواف، فإن اللجنة المالية وضعت خيارين للمادة 11 من قانون الموازنة المتعلقة بملف الإقليم. الأول تصدير 250 ألف برميل نفط يوميا عن طريق شركة سومو، والخيار الثاني تسليم جميع نفط كردستان إلى ذات الشركة على أن يحسم التصويت أحد الخيارين في حال لم تتوصل الأطراف المتفاوضة إلى صيغة مشتركة. هناك طبعا مقترحات عديدة قدمت سواء من قبل اللجنة المالية ومن قبل الحكومة العراقية، أيضا الأخوة في إقليم كردستان من خلال زياراتهم الأخيرة وضعوا يعني عدد من المقترحات في هذا الموضوع. هنالك مشاكل أخرى ترتبط بهذا العنوان، وبالتالي عملية تصفير المشاكل وإنهاء بشكل سريع تطلب وقت. اليوم القضية الأساسية التي تخدم الحكومة العراقية وتخدم الأخوة في إقليم كردستان هو التصويت على الموازنة.
ويجري الحديث داخل أروقة مجلس النواب عن مساع لإرجاء النقاش النفطي مع الإقليم والمضي بالتصويت على قانون الموازنة وإدراج الاتفاق ضمن موازنة تكميلية في حال التوصل إلى صيغة توافقية. أحمد عرام، العراقية الإخبارية، بغداد. إذن المشاهدين، من أجل الحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا الآن ينضم لنا في الاستوديو عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مهدي عبد الكريم. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله. وأيضا أجدد الترحيب بالدكتور خالد عبد الإله. وأسأل الأستاذ مهدي، يعني من الواضح أنه هناك خلافات حالة دون تمرير الموازنة في الأيام الماضية، برأيك هل تنحصر هذه الخلافات في الجانب المالي فقط؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لجنابك ولقناتك ومشاهديك والضيف الكريم الدكتور خالد العزيز. بداية أصالة عن نفسي ونيابة عن مسؤول فرع الخامس أستاذ شوان محمد طه ووزير المثير لتقليم كردستان أستاذ فارس عيسى، أتقدم بأحر التعازي إلى عائلة المغفور له النائب آرام المتحدث الرسمي بكتلة الديمقراطية الكردستاني في مجلس النواب، وتغمده الله بوافر رحمته ومكان الجنة إن شاء الله. أستاذ سرمد، أولا الخلافات أنا واضحة وصريحة أصبحت، لا فنية ولا سياسية، مجرد أنه خلافات، وجهات اختلاف، وجهات النظر لدى بعض الكتل اللي داخل البيت الشيعي على تمرير حصة تقليم كردستان. وأعتقد كل الوفود الفنية اللي أتت وناقشت مع اللجنة المالية، مع رئاسة الوزراء، مع كافة المتخصصين بأمور الموازنة، تم عرض كل ما كان مطلوب من إقليم كردستان من بيانات خاصة بتصدير النفط، استخراجه، كميته، الديون، إضافة إلى أعداد المنظمة، كل ما كان مطلوب من إقليم كردستان تم تقديمه إلى المركز. والآن كلها أعتقد بين الحكومة تم الاتفاق على أن يكون هناك حتى بالنسبة لحصة إقليم كردستان. ولكن هناك، تعرف جنابك، خلافات، مو أقول خلافات، اختلاف في وجهات النظر لدى بعض الكتل السياسية التي لا ترغب حقيقة، وأقولها بصراحة، لا ترغب أن يكون هناك أي اتفاق بين المركز والإقليم لأمور انتخابية، لأمور من نريد ندخل بها. يعني أستاذ مهدي، أفهم من كلامك أنه الكتل السياسية اللي تقصدها طبعا ما خليت من ضمنها كتلة كردية، فقط الكتل الأخرى، ما تعتقد أنه الكتل الكردية أيضا عليها مسؤولية عدم الاتفاق؟ بالضبط، اكو مو كتل سياسيه، اكو بعض الحركات التي تدعي نفسها بالمعارضه الموجود في اقليم كردستان، موجودين في مجلس النواب في بغداد، كان تحركهم حقيقه سلبي بالنسبه لقضيتهم الكرديه اولا، ولقوميتهم الكرديه ثانيا، ثالثا لمصالحهم الشخصيه ولانتمائهم لاجندات خارجيه، كانوا السبب في ايضا زياده ليش هذا الاتهام الكبير. يعني نواب ومن حقهم ان يكون لهم راي وجهة أكيد نظر، أكيد، ولكن ليش ربطتهم بأجندات خارجية؟ لا يعني هذا حقهم، حق إذا كان، يعني ليش تنكر على الآخرين من غير الديمقراطي الكردستاني أن يكون لهم حق؟ بالعكس أستاذ سرمد، لو كان الاتجاه اللي هم مشتغلين عليه وماشيين عليه، خلي يكون نقدك بناء أو صريح وواضح وبدون أجندات وبدون ومعلومة، هي حتى اللي كان من أمور اللي حدثت في إقليم كردستان معروفة لدى هم الأساس اللي كانوا بيه، ولهذا السبب توجههم اللي كان ليس صحيح وليس نية صافية من أجل أن أكون نقد بناء، أكون معارض أبني العملية السياسية في كان في أي مكان كان، ولكن معروفة اتجاهاتهم ومعروفة نياتهم كانت، وإن شاء الله طبعا لهم حق الرد بكل تأكيد، لكن أكيد. خليني أتحول الدكتور خالد ليسأل جنابك عن هذا الموضوع اللي حقيقة مع كل موازنة يتكرر، هو خلافات المركز والإقليم، وإن كان في هذه المرة نسمع أنه أكو جدية على الوصول للاتفاق، إن وصلنا لهذا الاتفاق على كل هذا التأخير والتعقيد الحاصل، هل ممكن يكون هو اتفاق أساسي يتم اعتماده في موازنات السنوات القادمة؟ يعني بالتأكيد سؤال مهم جدا ومنطقي. أنا أتوقع الذهاب إلى الدستور العراقي
والمادة 112 وتشريع قانون النفط والغاز، والحديث عن استكمال الخطوات الإجرائية للمادة 140 من الدستور، والحديث عن منافذ الحدودية، والحديث عن الضرائب، والحديث عن التنسيق الأمني في هذه المناطق. كل هذه الأمور أنا أتوقع إذا تم حلها في الجوانب الدستورية نستطيع أن نتحدث عن حل هذه الخلافات، فضلا عن توضيح الصلاحيات التي يمكن أن نتحدث عنها. يعني في بعض مواد الدستور نجد بأن الدستور سكت عن مواد لم يوضحها الدستور، وبالتأكيد هذا الأمر أدى بشكل وآخر أن الإقليم يفسر بعض المواد والمركز يفسر بعض المواد وبعض الأطراف الكتل السياسية دون الذهاب إلى المحكمة الاتحادية. وهنا نتحدث عن الجانب الآخر، أن يركن الإقليم والمركز إلى المحكمة الاتحادية، ولذلك هذه دعوة أيضا من قناتكم إلى تشريع قانون المحكمة الاتحادية الدستورية لكي يكون هنالك استكمال، ليس فقط في إطار حل الخلافات واللجوء إلى المحكمة الاتحادية وعدم الحديث عن الجوانب السياسية، بل أنها أيضا لها مسألة مهمة جدا في إطار الانتخابات المبكرة. أنا أتوقع هذه المشاكل منذ 2006 وبعد إنتاج النفط في 2014 من قبل الإقليم تأزمت الأمور، ووصلنا إلى مرحلة الاتهامات المتبادلة، ووصلنا إلى مرحلة من الصراع الذي يمكن من خلاله أن يلقي بظلاله ليس على القوى السياسية الموجودة في الإقليم أو المركز، وإنما على المواطنين الموجودين في الإقليم والمركز. وأعتقد التظاهرات التي ظهرت في بغداد والإقليم هو خير دليل على ذلك. لذلك نتوقع الحوار ومن ثم الركون إلى الجوانب الفنية في حلحلة هذه الخلافات، استكمال الجوانب. ما هذا الحديث صار حقيقة مكرر دكتور خالد، في كل مرة نتمنى والوفود تأتي وفود تذهب، الاجتماعات تحصل، لكن بالنهاية بعد أن يتم إقرار الموازنة بأي طريقة كانت، عندما تأتي الموازنة اللي بعدها نرجع لنفس المشكلة. وهذا ما قصدته قبل أن أجيبك على السؤال، عندما قلت بأن الحل هو دستوريا تشريع قانون النفط والغاز منذ 2007 موجود في أدراج مجلس النواب العراقي في دورته الأولى، حديث عن التعديلات. إذن لا حلول أو لا اعتماد على اتفاقات مرحلية، كل ما يتم الحديث عن اتفاقات فهي اتفاقات مرحلية لإصدار هذه الموازنة. طيب. لذلك نتوقع الحلول الجذرية هو في استكمال المواد الدستورية والقوانين الدستورية التي تعطي أريحية كاملة في الفصل. وواحدة من الأمور المهمة أن نتوقع المادة 110 اللي هو مسألة التعداد السكاني، الذي هو واحدة من الأمور التي سوف تزيل الكثير من المشاكل على مستوى المادة 140 وعلى مستوى العدالة في عملية توزيع الثروات ما بين الإقليم. خلينا نأخذ رأي أستاذ مهدي بهذا الحديث، وأسألك أيضا، أسأل جنابك ورأيك بهذه النقطة تحديدا، هو موضوع الخلافات اللي تحصل كل سنة مع بدء يعني مناقشة مسودة قانون الموازنة، وأسأل عن الاتفاق النهائي اللي تكلم عنه الآن دكتور خالد، وطرح حلول لأن نصل إلى صيغة ثابتة يتم الاتفاق عليها في للأعوام المقبلة. تعتقد فعلا أنه ما ذكر الدكتور خالد ممكن يكون حل جذري؟ أنا مع كل طرح ما طرحه الدكتور خالد، وأعتقد هناك فشيء مفرح حقيقة خلال يومين يعني الماضيين أو ثلاثة أيام، أنه وزارة النفط كانت السباقة وكانت تم طرح قرار أو مشروع مادة النفط والغاز، تم البحث بها وتم أعتقد حسب التصريحات اللي طلعت البارحة واليوم أنه تم استكمال البحث بها، وإن شاء الله سوف يقدمها يصادقها مجلس الوزراء إلى أن يقدموا إلى مجلس النواب من أجل تشريع هذا القانون المهم جدا، باعتبار أنه سوف يكون هو الحل الفصل النهائي من كافة المشاكل إن كانت خاصة النفطية بين الإقليم والمركز، بحيث سيكون هناك على التزامات كل واحد يعرف التزامات اللي عليها من ناحية المركز ومن ناحية الإقليم. إضافة إلى بقية الفقرات اللي ذكرها، من أهمها أنه التعداد السكاني أعتقد سوف يكون حل جذري لكل مشاكل المادة 140 والتوزيع العادل بين المحافظات. والإقليم مستعد أنه يخفف من شروطه تجاه بعض التفاصيل؟ استاذ سلمت ثق يعني ان حتى هذه المباحثات الاخيره اللي كانت موجوده واللي حدثت الاقليم كان شفاف ونزيه وكان متعاون جدا مع المركز خاصه في هذه المرحله، باعتبار انه سابقا كان لا يوجد هناك البيانات اللي موجوده بالخاصه باستخراج النفط وكميته وبيعه، كل هاي الامور الان تحت يد حكومه المركز، واعتقد تم الاتفاق ايضا على حصه اقليم كردستان
12.67 مع 50% من واردات المنافذ، إضافة إلى الديون اللي كانت موجودة على أقليم كردستان، والكل يعرف الأسباب مالتها. لهذا السبب أعتقد إن شاء الله يكون تمرير الموازنة بالتوافق خلال الأسبوع القادم، باعتبار هناك وفد آخر سوف يزور المركز يوم الأحد إن شاء الله. واضح. من أجل حل هذه المشكلة. سيد مهدي عبد الكريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شكرا جزيلا لحضورك معنا في استوديو اليوم السابع، وأيضا شكري الجزيل في ختام هذا الملف إلى الدكتور خالد عبد الإله عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا. ننتقل إلى الملف الآخر وهو عن ملف أو لقاحات فيروس كورونا، حيث تواصل وزارة الصحة التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي في مدة الحظر الجزئي والشامل، إذ بلغت نسبة الالتزام أفضل من السابق على الرغم من تسجيل بعض الخروقات. تفاصيل أكثر مع ياسر عامر. إجراءات الحظر لا تؤثر على زيادة أو انخفاض إصابات كورونا دون التزام كامل بتفصيلاتها الوقائية كافة، هكذا تحدثت وزارة الصحة وبينت أن وصول اللقاحات لن يؤثر أيضاً إلا مع وجود التزام من المواطنين. الوزارة واصلت مطالبة الجميع بالالتزام وتقديم العون للحفاظ على منظومة الصحة العامة للبلاد. هناك تفاعل أكثر مع الإجراءات، نسبة الملتزمين بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي أكثر. صحيح أنه سجلنا الآن أيضا خروقات خصوصا في بعض الأسواق والمناطق الشعبية، لكن أنا أتكلم بشكل عام مستوى الالتزام والتفهم والشعور بالوعي والمسؤولية الجماعية أكثر مما شهدناه قبل عدة أشهر. هذا الموضوع إن شاء الله باعث أمل أنه خلال أسبوعين بعد إعادة التقييم سيكون هناك احتواء للإصابات، وحسب هذا المستجد ستكون قرارات المرحلة المقبلة، إما تخفيف الإجراءات بالتدريج حسب المستجدات، أو لا سمح الله إذا استمرت الزيادة بهذا الشكل الخطير سيكون هناك تجديد للإجراءات. وبينما ينشغل عناصر الجيش الأبيض بعلاج المصابين بكورونا، تقوم وزارات خدمية بحملات مكثفة لتوعية المواطنين وتعقيم المواقع التي تشهد كثافة بحركة المواطنين، فيما تحاول الوزارات الأمنية جاهدة تطبيق إجراءات الحظر الجزئي وإقناع المواطنين بأن الالتزام هو سبيل الخلاص الوحيد. التحفير والتطهير وكذلك التوعية الإعلامية الخاصة بوباء كورونا والتباعد الاجتماعي حتى داخل المركبة، لا سيما في الأماكن المقدسة حيث هناك ازدحامات ولقرب الزيارة الرجبية، الوقاية من المرض وكذلك لكثرة الحالات اللي انتشرت بشكل سريع بسبب الازدحامات الموجودة، لذلك الوقاية هو لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي داخل المركبة. السلالة الجديدة تتفشى بشكل سريع وخطر خلال الأيام القليلة الماضية، ووزارة الصحة تبذل ما بوسعها لتجاوز الأمر بأقل الخسائر، فيما يبقى اللاعب الأساس في مواجهة كورونا هو المواطن والتزامه بإجراءات الوقاية. ياسر عامر، العراقي الإخبارية، بغداد. مشاهدينا، من أجل الحديث أكثر حول موضوع لقاحات فيروس كورونا، معنا الآن في الاستوديو الدكتور محمد كامل الربيعي عضو الفريق الإعلامي الطبي لوزارة الصحة. أهلا ومرحبا دكتور. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم، حياك الله. دكتور، ابتداء بالحديث عن اللقاحات، ما آخر المستجدات بشأن وصول اللقاح إلى العراق؟ طبعا اللقاح إن شاء الله سوف يكون في مطلع شهر آذار إن شاء الله متوفر، ويبدأ توزيعه بعد أن حددت وزارة الصحة تقريبا أكثر من يعني عشرات المستشفيات، أكثر من 52 مستشفى ومركز صحي، بحدود 60 مستشفى ومركز صحي، لتكون هي هذه الأماكن اللي يتم من خلالها توزيع. دكتور عفوا، خلينا قاطعك بهذه النقطة، وممكن تسمعون صوتنا وهو صوت المواطن. في دول أخرى يعني خلوا قاعات كبيرة من أجل التباعد ومن أجل عدم الاكتظاظ لإعطاء اللقاحات للناس، ليش ما كان أكو محاكاة لمثل هذه التجربة، خصوصا أنه مستشفياتنا فيها مراجعين، مراكزنا الصحية فيها مراجعين، وبالتالي راح ممكن يكون أكو ازدحام على هذه الأماكن؟ طبعا أكيد
التباعد الاجتماعي ضروري جدا، وراعته وزارة الصحة هذا الموضوع في الاستعداد لتوزيع اللقاحات بالأيام المقبلة. أما الازدحام فما راح يكون بهذه الطريقة اللي ممكن أن يتخيلوها، لأن الفئات هي محددة ومشمولة، الفئات المشمولة محددة اللي راح تكون في مقدمتها كوادر وزارة الصحة. وحتى كوادر وزارة الصحة ما راح يكون الموضوع فوضوي إلى درجة بحيث يكونون مثلا كل المنتسبين. بصراحة هذا الموضوع هم مو واضح دكتور، يعني الآلية مو واضحة لحد الآن. راح تكون صحيح، راح تكون هناك يعني في ترتيب معين اللي هو مثل كارت تدون باسم الشخص ووقت موعد أخذ اللي بي اللقاح، وبنفس الوقت أقسام الصحة العامة في المستشفيات وفي دوائر الصحة الموزعة في بغداد والمحافظات هي راح تكون مسؤولة عن تحديد الأسماء، وطبعا الأسماء رفعت من المستشفيات ومن كل المراكز إلى الوزارة وتم تحديد. هاي بالنسبة للكادر الطبي، لكن نعم. أنا أتكلم بالنسبة للمواطنين، شنو الآلية؟ طبعا المواطنين هي مثل ما معروف أنه بالبداية راح تكون كوادر وزارة الصحة في المقدمة ومنتسبي وزارة الدفاع، أما المواطنين فهي ما راح تكون في البدايات يعني الجميع، وإنما راح تكون أول دفعات هي للمصابين بالأمراض المزمنة، فهناك تحديد وهناك معرفة، يعني مو الأشخاص يعني راح يعني أكو فد جداول معينة، أكو أسماء معينة، هذا الموضوع كله خطة. يعني أقصد الناس هي تروح تسجل، الوزارة عندها جدول مثلا مسوي احصائيه على اللي مسجلين بكارتات عندهم امراض مزمنه، أكيد تبعث أكيد عليهم مثلا هناك بعض المصابين بامراض مزمنه ما مسجلين، ما مسوين يعني مثلا كارت يم المركز الصحي او بالعيادات الشعبيه، فبالتالي شو راح تعرفون توصلونهم؟ هناك خطه متكامله وضعتها وزاره الصحه في تحديد الفئات بالتسلسل. اما بالنسبه لحضرتك سالت على اصحاب الامراض المزمنه، يعني العيادات الشعبيه اللي هي دوامها يكون ما بعد المراكز والعديد من المستشفيات تكون عندها الاسماء موجوده بالنسبه للمصابين بالامراض المزمنه اللي يحتاجون علاج بشكل مستمر واللي يعانون من مراجعات مثلا الكلى وغيرها، فهذه طيب المعلومات موجوده ومثبته عند اقسام الصحه العامه في دوائر الصحه المختلفه. طيب من هسه احنا بدنا نتكلم، يمكن البعض يتابعنا يقول انتم تسبقون مرحله او يعني تتكلمون عن موضوع ابعد من الحالي، خلينا نتكلم عن الاهم حاليا وهو وصول اللقاحات واللي تأخر واللي لحد الآن ما نعرف شو وقت راح يوصل، خصوصا بعد الحديث عن طلب مجلس الوزراء من البرلمان أن يتم تشريع قانون من أجل استيراد اللقاح. ممكن تطلعنا عن آخر المستجدات بهذا الموضوع، شنو السبب أن يتم طلب تشريع قانون في مثل هذا الوقت؟ طبعا اللقاحات تحتاج إلى سنوات، مثلا 5 سنوات 7 سنوات، هذا الشيء ثابت عالميا لكثير من الأمراض. أما فيروس كورونا وبسبب التقدم العلمي الهائل في يعني في كل دول العالم، فتم إنتاج اللقاح في مختلف دول العالم خلال سنة واحدة. هذا طبعا واستعجال الدول وضغط يعني ضغوط الحكومات في كل دول العالم على الشركات المنتجة للقاحات، الشركات ما دعاها للاستعجال في إنتاج اللقاحات. لا أنا حدثني عن العراق دكتور، بس حتى الوقت لأن الوقت لا يدركنا. بس اسمح لي تفضل. هذا الاستعجال بإنتاج اللقاحات ما أعطى للشركات الوقت الكافي في كل دول العالم لأن تأخذ وقتها 5 سنوات و7 سنوات. طيب. لهذا السبب طلبت من كل دول العالم، وأنا أكد على هاي النقطة، هي ليس فقط من العراق، وهذا هي النقطة المأخوذة أنه طلبت من العراق فقط، طلبت هذا الشيء من مختلف الدول، فبعض الدول أعطتها موافقات ملكية، بعضها أعطت موافقات مباشرة، بعضها أعطت موافقات بعدم الملاحقة القانونية. تقصد هي مو قضية أنه يعني الهدف من عندها أنه الشركات ما أخذت وقتها الكافي اللي تحتاجه، فإذا صار أعراض جانبية نتيجة هذا اللقاح يكون هي ما عليها مسؤولية قانونية. أي صح؟ أي شركات ما تقدر، دول العالم حكومات العالم كلها وفي مختلف دول العالم ما تقدر تنتظر 5 سنوات و7 سنوات الفيروس راح يعني. لا واضح دكتور، أنا أقصد حتى يكون واضح للناس انه هذا الامر يعني الموافقات من اجل عدم الملاحقه القانونيه، صحيح؟ هي تكون هو نوع من عدم الملاحقه في حال انه اذا يعني حدث عارض طبي. العوارض الطبيه بالمناسبه هي العوارض الطبيه اذا ارادت تظهر تظهر ما بعد يعني تقريبا 4 أسابيع إلى 6 أسابيع، وهذا مثبت وتقدرون يعني تشوفوه عن طريق مختلف علماء الامراض المعديه. السبب بالمطالبه تشريع قانون، يعني ليش باللقاحات مثلا السابقه اللي استوردتها وزاره الصحه في مختلف الامراض ما كان اكو طلب من البرلمان ان يتم تشريع قانون حتى يتم استيراد هذا اللقاح او غيره؟
لأن أرجع وأكرر النقطة أنه ذي يعني اللقاحات السابقة لأي أمراض، حتى جداول لقاحات الأطفال يأخذوها، أخذت وقتها الكافي، ذيك الشركات أخذت وقتها الكافي وما كان عندهم طلب. تقصد أنه في نفس الوقت أي مو مثل هسه. طيب. هسه دول العالم، حكومات العالم كلها بدون تحديد كلها تضغط على فايزر وعلى أسترازينيكا وعلى سينوفارم وعلى على روسيا، في أنه يعني أمريكا وروسيا وبريطانيا. طيب. يضغطون عليهم في إنتاج اللقاحات وبوقت سريع. دكتور عفوا، أنا لأنه الوقت قليل. نعم. فأسأل أسئلة بشكل سريع. السؤال الأهم هنا، إذا كان عندنا مثل هذه الحاجة لمثل هذا القانون اللي يحتاج تشريع في البرلمان، وإحنا تقريبا من 5 أشهر أو أكثر يمكن نسمع أنه راح توصل اللقاحات في هذا التوقيت، خلال هذه الفترة ليش ما تم تقديم طلب للبرلمان أن يتم تشريع قانون حتى نخلص من هذا التأخير؟ بالضبط، لأنه فايزر في بعض البلدان يكون الترخيص مباشر، مثلا إذا هي مملكة أمر ملكي أو أمر يعني من الإمارة، أما بالعراق ففايزر ما يعني كانت تعتقد أنه العراق هو ضمن تحالف أو مؤتمر تابع في يعني ما يحتاج يعني مباشر يكون الشراء للقاحات، والاستثناء يكون مباشر من الحكومة دون الحاجة في بلد بالعراق ببرلمان دون المرور بالبرلمان. ما أخطرت هذا الموضوع فايزر للحكومة العراقية إلا قبل مدة قليلة، أخطرت بأنه يجب أن يكون هناك قانون. طيب. فلو كان أنه يعني ماذا عن سينوفارم غير فايزر مثلا؟ لا، البقية مثلا سينوفارم الصيني ما سينوفارم تحتاج عفوا. سينوفارم الصيني أسترازينيكا البريطاني، هي المشكلة كانت مع فايزر بشكل رئيسي. الشركات الأخرى ما طلبت هذا الطلب يعني؟ إلى الآن لا. طيب ليش ما نتوجه لهذه تلك الشركات بشكل عاجل باعتبار ما عندنا هاي العقبة؟ العراق تعاقد مع وتواصل مستمر مع أسترازينيكا البريطاني وسينوفارم الصيني بعد أن وافقت الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية اللي هي كبار الاستشاريين والأخصائيين في مختلف الاختصاصات الطبية وافقوا. فوزارة الصحة بعد أن أخذت موافقة من مجلس الوزراء اتجهت للتعاقد مع هذه الشركات بشكل مباشر وما تأخرت نهائيا، بقت تنتظر التجهيز فقط. اللي هو شو وقت راح يتم إن شاء الله؟ في مطلع شهر آذار إن شاء الله. من مختلف الشركات اللي تحدثنا عنهم، يعني 3 شركات، سينوفارم الصيني وأسترازينيكا البريطاني وبعدها فايزر الأمريكي. إذن ختاما شكر جزيل للدكتور محمد كامل الربيع عضو الفريق الإعلامي الطبي لوزارة الصحة، شكرا جزيلا لتواجدك معنا في اليوم السابع لهذا الأسبوع. شكرا جزيلا. وأيضا بختام هذا الملف مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم حسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.